النظام الثاني وهو إظهار الأيكون لجميع هذه الأزرار. يعني مثلا هذا العام عايزين هنا أيكون حذف، أيكون حذف. طيب احنا هنبدأ بالترتيب. أول حاجة نستخرج النموذج وهو كويري 35. تعالى كويري 35، تعالى يا كويري يا 5 يا 30 أهو. ده أول حاجة اتعملت. كل اللي علينا ده هيكون على الآخر كده، وفي نفس الوقت هيكون المساحة بتاعته دوت، هيكون مساحته تنزل تقل شوية. يبقى كده نحفظ المقاسات دي، مهمة قوي. فين المقاسات؟ عشان هو ده الوحيد اللي اتغير. المقاسات فين؟ هو ده. ناخد بقى ده واحد باتنين اتنين تلاتة، اتنين تلاتة عليك ده ايه، أربعة. خلاص كده هنضيف حاجة اسمها زرار بتاع الحذف. انا مش عايز اي كلمة فيه، انا عايز ايقونة. ايقونة بقى نجيبها ازاي؟ اهو بيكتشر او بيكتشر نان. لا احنا عايزين ايه؟ طبقا لايقونة احنا شايلينها، هيكون عبارة عن صورة ظاهرة في منشأ محتوى اكسس 4. قول هدي اهي ضفت اهي. محتاج تكبر سنة. طب احنا مش هنعملها زرار، احنا مش هنعملها، هنعملها ايه؟ صورة. هنعملها صورة. فين الصورة؟ هات فين يا ابني؟ مش محتويات. هات 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 هات. بقى ممكن نخلي الصورة دي بس احنا ايه؟ ايوه بس هو ايه شكلها بايه؟ بمعرفته. نشيل بس دي كده اهو. وفي نفس الوقت اللي احنا ايه مش هنخليها وبعدها مش هيظهر بقى عشان خاطر دلوقتي. عامة ماشي ماشي، احنا عايزين نعمل نكرر ده تاني كده. خلصنا أول حاجة دي. تعال نخش على هذا اليوم. ما قبل ما نخش على هذا اليوم، ماشي، احنا ممكن نضيف هذا الساعة. احنا بس هنضيف أدمن دلوقتي على هذا الساعة اللي هو في أدمن. جمال الدين موجود ان شاء الله. جميل الدين الافغاني. يلا يا سيدي ما تزعل نفسك. بعد كده هنا خش على حذف الادمن تاريخ هذا الساعه. ايوه هو ده اللي انا عايزه. دي تظهر بقى، الحذف ده يظهر. انا شايف ان في مساحه كبيره هنعالجها دلوقتي، اللي احنا ايه هنظبط مناهج حساباتنا تاني. تعالى عند 35 ده هيتزق مرة أخرى، بس ده تكبر لحد 12.5 كده ونشوف، وده هيتزق تاني كده. وتعالى ونشوف ونطلع ونخش تاني، شوف الدنيا اتظبطت معانا ولا لأ. حسب الأدمن طبقا لتاريخ هذا الساعة
اتظبطت. بس ايه المسطرة دي؟ المسطرة دي بيقول لك ان في مساحة ازيد من اللازم. ماشي مفيش مشاكل، هات 35 هنشيل المساحة الازيد من اللازم دي. تعالى كده لسه خلاص، يبقى هو ده ايه اللي هنعمله حذف. طيب احنا هناخد المقاسات تاني، هعيد المقاسات تاني هنا، هنقف عليها كده اهو، وهناخد المقاسات تاني نعيدها عشان المقاسات دي هنحتفظها، هنحتفظها عشان دي هيبقى على الكل، على الكل، على الكل. دي بقى الغيار تقريبا، ماشي. والمقاسات دي نفس النظام في المقاسات، بالدقة بالدقة ايه بالدقة. ده بقى هيتكرر في كل الخانات دي كلها. يبقى احنا كده اول حاجة هذا الساعة، الحوار ده كله هيتكرر في كل ده. هنشوف الاول هذا اليوم، واخد خم، واخد الرقم، واخد دي، ماشي هات دي بقى على دي بس. هنعمل ايه بقى؟ هنقف هنا ونحدد ان نغير المقاسات مرة اخرى المعتمدة بقى. تعالى قبل ما نغير كده شوف كده في تغيير كتير. اول واحدة بتغير يبقى لازم تتغير، لازم تمام. ايه تاني؟ دي ما اتغيرتش، 79 ما اتغيرتش، دي اتغيرت الاخيره خلاص كده. تعالى تعالى بقى لكوري 35، كوري 35 هات كوري 35، هات بقى دي كده اهو كترول سي، وهنحطها هنا اهو باي حته في اي حته، وهنرجع المسافه دي تاني. كل اللي علينا اللي احنا هنقف عليها وهناخد المساحة بتاعتها بالملي. السنتر ماشي، التانية ماشي، التالتة صفر. هي دي بقى الايه الفارق، هو ده ايه الفارق، هو ده كده هيتحط في نفس مكانته خانته بالملي. بص اهي هتلاقي حاسس ان هذا الساعه وهذا، بص مفيش فرق، تحس بص بالملي. تعال نكمل هذا العام برضو اللي احنا هناخد، هنفتح بس واحده منهم، نفتح دي وهنقول هنا هذا العام 23، بتاعت هذا العام دي ونعرف له، نعرف بس بتاع هذا العام ده فين فين فين. ايوه اهي شايف كده، شايف دي، هناخد دي ونعمل بحث عنه. نعمل ايه بحث عنه؟ زيجي هنقف بقى واحدة واحدة كده اهو. ايه اللي اتغير وايه متغيرش؟ أول واحدة اتغيرت خلاص، أول واحدة اتغيرت، التانية 476، التالتة ماشي، يبقى التالتة هي اللي اتغير، الأخيرة هي اللي اتغيرت الرابعة ولا ايه؟
خلاص كده. طيب ايه تاني؟ هناخد دي نسخة تبقى الأصل وهنضيفها في أي حتة ونرفع دي تاني زي ما هي. هنقف بقى عليه ونقول المسافات تقريبا هي دي الوحيدة اللي اتغيرت، اللي هي آخر واحدة بس هي دي. ارجع يبقى كده الجزئية بتاعت هذا العام خلصت في إدخال طيب هنا في ملحوظة، في ملحوظة، ايه الشريط ده ظهر ليه؟ احنا مش عايزين الشريط ده خالص يظهر، اللي هو التاني اللي تحت ده في زيادة. طيب احنا قلنا 35، تعالى نشوف الزيادة دي ايه، على الآخر اهي. خلاص يبقى ما فيش مانع ان احنا نضيقها سنة كده، ونرجع دي كده تاني، ونرجع دي كده تاني. تعال ما فيش مشاكل كده، ايه بقت حلوه جميله اهي، اهي خلاص فوانيس رمضان اهي. طيب كده احنا خلصنا العمود ده. انا اعتقد يعني ان انا هبتدي اشتغل انا في ده كله من غير ما ايه ما انشر الفيديو، يعني خلاص بقى مع كل الفيديوهات دي كلها هتتكرر نفس العمليه. تمام، يبقى انا كده ايه ان شاء الله المره الجايه بعد ما اخلص العمليه دي كلها هنبتدي نفعل الزرار ده فردي، يعني انا على هذا اليوم ممكن احذف جمال الدين الافغاني ده، على هذا العام ممكن ايه احذف واحد معين فكري احذفه. خلاص بس احنا بس ايه هننشر بس الايقونه دي في جميع الخانات اللي اتحطت هنا، ومش عايز عشان محدش ايه حدش يمل مني، كل اللي بيتكرر هنا هو هيتكرر في كل الخانات دي كلها. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي ايه نفعل الزرار ده فردي. طب ايه الفردي وايه الكلي؟ فردي يعني هدوس عليه يحذف، انما الكلي يعني ايه في حاجه هتبقى على مستوى العموم يقدر يحذف لي كل مضاف هنا في الخانه دي كلها. اكتب كل اللي انا علمت عليه، مثلا عام الماضي، العام كامل الماضي، اخر 24 ساعه بس، هذا الشهر بس. لو عايز احذف بتاع هذا الشهر بس يبقى في زرار كده عامتك اللي هو حذف جميع ما حذف جميع الشهر. خلاص كده مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا خلصت الزراير اللي هي اسمها دي سلة المعاملات دي، أيقونة خاصة اتعملت في كل الأزرار. تمام كده. طيب احنا عايزين نفعل، مجرد ما نضغط عليها يحذف، مفيش كلام، مش معنى يحذف الاسم بس، لا ده يحذف هو وصلاحياته وكل محاوله متعلق بالادمن ده، وعناوينه ورقم تليفوناته وكل حاجه تخص الادمن. وزي ما قلت لك قبل كده ان حذف الادمن بالكامل اللي احنا عملناها لو تفتكروا 700، مش عايز احذفها عشان ايه لو تفتكروا نعرف بس الاول عملناها عن طريق استعلام تحديث اللي هو استعلام حذف الادمن طبقا للتاريخ بالكامل المسجل. هو هيوديني الى هنعرف زي ما هي اتعملت بالظبط هنعملها، بس هيحذف طبقا اللي هو ما تحدد ده، هيحذف كله، ده هيحذف كله. اهو الايقونه اهي، ايوه بالظبط كده، هيحذف زي ما انتم شايفين كده اهو. كل ده هنكرره تاني، يعني كل ده اللي هو دي 8 ودي 4 ودي 3 ودي 13 ودي 12 ودي 103 ودي 10 هيتكرر تاني. بس طبعا في رساله خلال دلوقتي مع اللي هي الرساله اللي هي بتاعت اللي هو ما يظهرش الرساله دي اللي هو ستيت وورنج بتساوي فولس. تمام كده بتساوي فولس. طيب يبقى ده كله هناخده كده اهو وهنحتفظ بيه دلوقتي هنا. طيب يبقى فين دي 8؟ تعالى دي 8 هنكررها، بس هتبقى دي 8
مسافة 22 خلاص، فين دي 4؟ هنكررها بس مسافة 22 فين دي 3؟ هنكررها تاني بس هتبقى مسافة 22 فين دي 13؟ نبحث عنها. مسافة ترسي مسافة 22 دي 12 مسافة من في مسافة 22 دي 103. نبحث عنها. نضغط كوبي سي بيس مسافة 22 دي 10 هي دي، يبقى مسافة 22. تعالى كده نرجع مع بعض تاني. عندك 10 و10 خلاص، 103 خلاص، 12 خلاص اهي، 13 3 اهي، ودي 4 ودي 8 خلاص كده تمام. كل اللي علينا دلوقتي اللي احنا هنعمل ديليت بقى. طب ديليت ماشي انا معاك، هيدلت طب ادلت ماشي. خلينا بس الاول كده نبدا على ايه، تيبل 3. تيبل 3 ده تيبل 8 هيدلت حاجة في تيبل 4 هنا هيدلت. ايوه هو ده اللي يهمنا دلوقتي، هو ده لو اتفتح هيدلت كله وحضراتكم عارفين. احنا دلوقتي هنا عايزين نبحث فين الاسم. الاسم ممكن يتكرر ولا ممكن متكررش؟ استحالة الاسم يتكرر عشان احنا عاملين فلتر، هو استحالة الاسم يتكرر. فاحنا هناخد اللي هو name education ماشي، name education هيبقى بحث عن بقى. بص بقى هنا العنوان الطويل اللي هيتكتب هنا خلينا في هذا اليوم دلوقتي. ده انا عايز احذف جمال الدين الافغاني ده، او هذا العام عايز احذف مثلا ايه، جمال الدين او خالد زكي. طيب يبقى اول حاجه بنعملها الايكون. الايكون دوت لازم يبقى لازم يبقى ايه، يضغط عليه، لازم يضغط عليه. ماشي. طب يضغط عليه ازاي دلوقتي؟ تعالى عند هذا العام دوت وتعالى شوف الزرار بتاعه 23. هذا العام الزرار بتاعه رود كويري 3500 دوت. هنقف عليه، هنديله صلاحية اللي هو يكون هاب لينك. هيكون هيدي حتة اللي هو يفتح لي فورم معين. طب قبل ما نعمل كده لازم نفتح الفورم، لازم نفتح الفورم. ماشي. يبقى احنا كده لازم نعمل الفورم الاول.
يعني شايف كده مناسب هنحضره. هيخد اللي هو فورم 42، هنعمل بس رسمة كده بتاعته. ماشي، وهنسيب الرسمة ديت في أي حتة دلوقتي هنا. ماشي، خليها هنا دلوقتي. الـ42 ده طبعا منفتح. بص بص، استنى، أو بس افتح المنظر ازاي؟ لأ مش عايزين كده ولا كده حتى. هو هناخد الصورة اللي احنا عملناها ديت، اهي، وفي نفس الوقت هتكون سويت ستريتش ستريتش اهي. خلاص كده هنعمل له بقى الازرار الاغلاق ده، هنعمل له ازرار الاغلاق اغلاق وهنا هيكون لما كده هنا هيكون عند الضغط هيغلق. ماكرو مش ماكرو اي حاجة دلوقتي، كروس فورم ويندوز. بس يبقى هو كده ايه 42، اخد فورم 42. انا عايز اقول له بقى هنا هذا العام دي، خلينا في هذا العام. احنا قلنا هنا هذا العام اللي هو الكوير ده اهو، اللي هو ده. عايز اقول له ده مجرد ما نضغط عليه يجيب لي علامة الايد، وفي نفس الوقت يفتح لي الفورم اللي احنا عاملينه من شوية اهو. يا زميل ادريس، فورم 42 ده. تمام كده اغلاق. انا عايز اقوله بقى مجرد بدوس على جمال الدين افغاني ده، ولا جمال زكي ده، تمام، يعمل لي اسمه. هل انت متاكد باغلاق بحذف هذا الادمن؟ ويظهر لي هنا الصوره المصغره بتاعته، الصوره المصغره بتاعته. يبقى طيب تعالى بقى واحدة واحدة كده. هل أنت متأكد بحذف هذا الأدمن؟ أول حاجة، هل أنت متأكد؟ أيوه، هل أنت متأكد بحذف هذه الأدمن؟ بحذف هذا الأدمن؟ مبدئيا كده، يعني مبدئيا كده، يعني أقول له إيه؟ إمكانيات الأدمن ده، الصورة الشخصية بتاعته، لعل وعسى في أسماء متشابهة، تمام. وبعد كده لما نتعمق في البرنامج هنكتب بقى إيه حاجة زي كده أهو، إنه لديه صلاحيات كثير، إنه لديه مديون أو دائن أو مدين
لديه اي حاجات شخصيه، يعني مثلا هو راجل دلوقتي شغال في الشركه، الراجل دلوقتي حصل له ظروف وقعد مساله ومشي، انا كان حاسب قال لي عايز احذفه، اما اجي احذفه يقول لك ما ينفعش تحذف الراجل ده، عليه فلوس، عليه مهمه لازم يسلمها، عليه مهمات، عليه عهده، عليه حاجات المفروض يعملها، ليه فلوس، ما هو ليه فلوس دي لازم يقدر ما تحذفش، ليه وليه 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 حاجات كتير. الكلام ده حاسب الادمن ده في حاله لو انت خرفت في ادمن لسه بتنشئه اصلا، فخرفت فقلت عايز احذفه، فهو ده هو ده اللي يتحذف. انما احنا طبعا عشان تيجي تحذف اصبح هيجي لك الشخصيات المهمه مع الشخصيات المش مهمه، فاحنا هنفصل. يبقى هنا البتاع اللي هي توب مانجا دي واحد بس. هل انت بتتاكد بحسب هذا الادمن؟ ماشي، يبقى اول خطوه كده. تاني خطوه الصوره الشخصيه بتاعته، تمام كده. تعال نضيف بس الاول ادمن، اضافه ادمن جديد 141 اسمه خالد العجيزي. خالد العجيزي ماشي، 10 10 تمام كده. الصوره الشخصيه بتاعته عشان دي متقفلتش ازاي؟ اقفلها اقفلها اقفل. الصورة الشخصية، هلا بقى صورة شخصية للأستاذ خالد العجيزي ده. ماشي، ده صورتي الشخصية خلاص كده. طيب احنا دلوقتي ماشي، احنا دلوقتي بنيجي نخش اغلاق القسم، ها واغلاق خالص، هنفتح اللي هو الفورم الواحد ده، الصورة دي مش هي ظاهرة دلوقتي. طيب الصورة دي عايزين نخليها تظهر تاني في الحتة اللي ايه، هنشوف هناخدها كده كوبي كوبي، او عبارة عن تيبل 15، تيبل 15، هات تيبل 15 دوت، نفتح تيبل 15 تبقى 37، مش عارف ايه ال 15 دقيقة جنيه. ماشي لازم تقفل ده. الصور اهي. طيب الصور دي هناخدها كده كابتن ربط المعلم، هنزود عليها مسافة ونكتب ايه؟ واحد. نكتب واحد. خلاص نقدر نلعب في دي بقى، نقدر نلعب في دي. فين 37 واحد؟ تعالى بقى هنا. انت تبع مين؟ تبع تيبل 15، هناخد ال 15 دي برضك ونعمل لها نسخة تبقى الأصل منها. لا 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 ده تيبل، يبقى لازم نعمله استعلام، لازم نحطه تحت استعلام، مينفعش تيبل ايه نقدر نقول له تيبل ده، لا 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 لازم يكون استعلام. هات 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 ماشي. يبقى كده ايه، خد كويري 36، خد كويري 36. بعد كده هنقول له بقى هنا ان التيبل ده كده هياخد
لكويري 36، كويري 36 بس هو ده. تمام كده، كويري 36 كده. احنا لما نقول له كويري 36 ماشي، ايه اللي هيتفتح؟ اللي هيتفتح اللي هو 42. 2 ايه؟ و40، مش ده اللي هيتفتح؟ اه. طب هو فين الاسم اللي هيفرطل عليه؟ الاسم ده هيكون موجود هنا. طب ما يلا بقى عشان ايه نعمل له اول. ادي 23 ماشي. خليك يا سيدي هات كده هذا العام. يبقى هنا الفولدر اللي هو شيلد 42، شيلد 42 خلاص خلاص خلصنا. شيلد 42 هياخد منه، هنقول لك يا سيدي هناخد منه اللي هو ده كده. نبحث عنه هنا اهو، هو ده. هنستلخص منه، معلش هنسميه رينيم. رينيم بتاعه كده ايه؟ هيخش هنا رينيم بتاعه، ولما يفتح هناخد منه الاسم اللي هو الادمن نيم. نيم نيم اوف اتيتيون. ناخد اللي هو النيم اديتشن ده، ناخد اسمه بس. يبقى احنا كده هنجرب الصورة دي هتيجي لحد الاخر. طيب ايه تاني؟ الصورة دي هتظهر من اول هنا. يبقى احنا هناخد عنوان، العنوان اللي هو الطويل اللي هنا بتاع 21، اي واحد منهم بس العنوان الطويل بتاعهم دوت. هناخد العنوان عشان نقدر نوصل لحد الاخر. احنا كده فين في الخريطة؟ شيلد 142 مش موجودة حتى، مش موجود. احنا خدنا شيلد 14، هنزود عليها كمان شيلد، شيلد 142، شيلد 142. بعد كده تحط عليه تعجب، بعد كده هنحط الجملة دي. ونجرب. ده هيبقى هيضاف فين؟ هيضاف على اللي هو الفورم 42 ده، في المكان، في المكان دوت. القيمة الافتراضية بتاعته تساوي ايه؟ الكلام ده. هل انت متأكد ان انت هتضيف عمرو؟ هل انت متأكد هتضيف عمرو؟ هل انت متأكد هو كله عمرو عمرو؟ طب بشوف كده، هل انت متأكد ان نضيف يبقى ايه؟ يبقى احنا عملنا اول خطوة اللي احنا وصلنا للاسم. طيب النقطة التانية ايه؟ النقطة التانية ان هو المفروض على حسب اللي احنا ضغطنا عليه هو اللي يظهر، على حسب اللي احنا ضغطنا عليه دوت هو ايه اللي يظهر. طيب احنا كده هنضطر نعيد الكره تاني، بدل ما تبقى صوره هتبقى زرار، بدل ما تبقى زرار وممكن نخليها زرار بصوره كمان. ازاي؟ هقول لك ازاي دلوقتي. هنا اسمه ايه؟ طيب نمشي واحده واحده. هذا جات كده هات تاني، وهنشتغل في هذا العام دلوقتي. هذا العام قلنا واخد هذا الوقت بتاعه.
ممتاز. هذا العام هنشيل الزرار ده وهعمل ايه الصورة دي ولا ايه؟ هنخلي ايه دوت، خلي الكتابة زي ما هي كده اهو، وفي نفس الوقت اللي احنا نحاول نحط الصورة اللي هي بتاعت الحذف برضو. ايه مش هنا في حذف تلقائي حذف؟ ماشي، احنا ممكن نختار صورتنا احنا، ايكون لا احنا قلنا هنا مش المحتوى هنا ارجعها كده تختار قول. ماشي، عايزين نسوي اكتر من كده شوية حذف. واللون هيكون اللون احمر. لا احمر، لا في لون هنا حلو كده بتاع خلاص، اللون برنامج خلاص. نشيل بقى البرواز ده بس، انا بس نشوف منظر الاول ذات حذف مفيش معنى هذا العام. معقولة معقولة. يبقى احنا كده ايه ده بقى ان شاء الله هيوصل لايه، هنعرفه بالايه، عند الضغط اف اوبن، افتح لي اوبن 42 بقى ماكرو اوبن 42 تحت 42 دوت اللي هو الفورم 42 بس خلاص. يبقى عمرو هيجيب لي عمرو، جمال الدين هيجيب لي جمال الدين، خالد زكي هيجيب لي خالد زكي، وهكذا. ايه القصه؟ ان الصوره يعني ليها طريقه عشان يعمل اللي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي. ما اعرفش الصوره دي بتتعمل ازاي، بس احنا حلينا مشكلتنا دلوقتي ولا ما حليناش؟ حليناها. كل اللي علينا دلوقتي اللي احنا هنعيد الكره تاني في ده، هنحوله ل زي ده كده زرار بوتوم وليس صوره. تمام، معلش بقى ايه اتعبوا معايا شويه، عيد نفس الكره تاني. ده كل اللي اتعمل هنا ايه هنعمله هنا. معلش هو ادينا بنتعلم يعني، محدش مفيش حد بيشتغل من غير اخطاء.